مبادرة الجيل الجديد لتوعية الأطفال بالأمن الرقمي وحمايتهم من التعرض للجرائم الإلكترونية على الإنترنت هي مبادرة بتقدم جلسات توعية للأمهات والآباء علشان يخلوا بالهم من استخدامات أولادهم وأطفالهم للسوشيال ميديا وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الابتزاز الإلكتروني. المبادرة أسستها أمنية أمجد الإبياري الباحثة في مجال تكنولوجيا تعليم الطفل، ودي حاجة أعتقد أن الفترة دي الأهالي بتبقى مركزة قوي أن تكون في مبادرة زي دي، وأكيد يبقى فيها إقبال كبير جدا لأن حقيقي الأهالي بتبقى قاعدة قلقانة. الأطفال ما شاء الله بقى عندهم من الوعي وبقى عندهم من القدرة على الدخول على المواقع بقت أكتر من قدرة الأهالي نفسها، فبيبقوا قاعدين الأهالي قلقانين وحيرانين يا ترى اولادهم تمام ولا مش تمام. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المبادره دي. بتنضم لنا دلوقتي امنيه عبر زوم. يا امنيه صباح الفل عليكي. يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيك. ايه الجمال والحلاوه دي؟ دي مبادره مهمه جدا، الامن الرقمي والاطفال يعني حاجه مهمه جدا. انت شايفه بالفعل سلبيه العلاقه بين الافراط في استخدام التكنولوجيا مع الاطفال والنتائج مش عايزه اقول كوارث بس النتائج اللي ممكن تكون شديده الصعوبه اللي ممكن تحصل بسبب السلبيات اللي موجوده دي؟ بصي، خلينا متفقين ان الانترنت او التكنولوجيا بشكل عام هي زيها زي اي حاجه في الدنيا، ليها ايجابيات وليها سلبيات طبعا، ولكن السلبيات بتاعتها فعلا ممكن تؤدي لكوارث. هي مش مجرد كلمه ممكن نقولها، زي ادمان الانترنت، زي تعرض لمواد مسيئه للطفل او غير لائقه، زي حاجات تاني كتير ممكن تخلي ان الطفل او المراهق يخسر حياته زي ما شفنا كتير الفترات اللي فاتت. فهي كلمه كوارث هي فعلا مصطلح يطلق على سلبيات الانترنت لو سبناها تتمادى يعني مع الطفل او المراهق. أمنية، أنتوا بتقدموا جلسات مع الآباء والأمهات، جلسات توعية بالزبط. عايز أعرف منك تفاصيل أكتر، يعني إزاي بتقعدوا مع الآباء والأمهات؟ إيه أهم الموضوعات اللي بتتكلموا فيها؟ إزاي بيحصل التفاعل معاهم ومدى إدراكهم لخطورة استخدام الأطفال بشكل سيء للإنترنت؟ أوكي، هو إحنا أصلاً المبادرة شغالة على فئتين، بنستهدف فئتين، الأطفال وأولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل تمام. من المصريين وغير المصريين، احنا المقيمين في مصر يعني، والاونلاين بيكون للناس اللي بره مصر. البرنامج بتاعنا بيكون من خلال ورش تفاعليه، وفي جزء لاولياء الامور بيكون تدريبي على برامج او الابلكيشنز بتاعت المراقبه او الرقابه الابويه، علشان يقدروا ان هم يعني يتواصلوا او يكون في حلقه وصل بينهم وبين الطفل من خلال الابلكيشنز او الويب سايتس اللي ممكن من خلالها يكونوا شايفين الطفل مثلا بيكون في اوضته بيشحن موبايله، انا ما اعرفش ايه ممكن يكون بيتعرض لايه جوه. فانا من خلال الابلكيشن ده وانا بره انا بشوف هو بيسكرول على ايه، فاتح ايه، بيتواصل مع مين من الغرباء، لان يعني ده ممكن يؤدي لحاجات ثانيه احنا مش عايزين نوصلها يعني. طيب خلينا نقسم المبادرة، أعتقد تبع السن، لأن الطفل دي واسعة خالص، من أول طفل رضيع يعني أكيد مش هيكون بيستخدم تكنولوجيا، بس من أول طفل صغير أول ما بيمسكوا الموبايل بيبتدوا يمسكوه من هم مثلا عمر، في أهالي بتدي الولاد الموبايل وهم لسه بيتكلموش حتى علشان حتى يسكتوهم ويبطلوا زن وعياط، لغاية سن 18 سنة اللي هو شاب يعني، لكن تبع قانون الطفل هو لسه طفل. أكيد الطفل اللي عنده 5 سنين مش هيوافق على اللي هيوافق عليه طفل عنده 14 سنة، يعني أنا مش هقدر أنزل أبليكيشن على تليفون طفل عنده 14 أو 15 سنة، هيرفض تماما متابعتي وهيعتبرها تدخل في خصوصياته. هنعمل إيه؟ هنتعامل إزاي؟ تمام، هو احنا شغالين على الفئه دلوقتي من 11 ل 18، ولكن مع اولياء الامور بنبدا معاهم من سن الطفوله. دي الفئه الاصعب يا امنيه. بالظبط، هو ما بعتناش فعلا هي الفئه الاصعب لان هم بيكون عندهم فضول رهيب، ولكن اولياء الامور بنشتغل معاهم من سن الطفوله المبكره، لان هم طبيعي انه دلوقتي الطفل بيتولد بنسميه مواطن رقمي بيكون معاه الموبايل. فبنشتغل معاهم على حته انه الطفوله هي حجر الاساس في حياه اي بني ادم. فان الطفل يكون عارف اساسيات التكنولوجي من وهو صغير، خلاص هو انا كده ببقى بربي لما يوصل لمرحله المراهقه هو عارف يستخدمها ازاي. وانس ان هو تعرض لحاجه هيجي يحكي لي، فمش هيكون في حته الجاب بيني وبينه انه ما يحكيليش او يلجا للغريب او الى اخره يعني.
تمام. طب امنيه المبادره نزلت كتيب كده جميل اسمه الامن وسلامه الاطفال على الانترنت، لو حبينا دلوقتي على الهوا تقولي لنا وتقولي لكل الاباء والامهات ايه شروط الامن والسلامه، ايه المحددات الاساسيه اللي لازم انا كاب وام اتعامل بيها مع اطفالي، اسيبهم يقعدوا على الانترنت براحتهم، اراقبهم من بعيد ولا اشاركهم واتفاعل معاهم؟ قولي لي كده المحددات الخاصه بامن وسلامه الاطفال على شبكه الانترنت. هو 1 2 3 في اي حاجه ليها علاقه بالعلاقه بيني وبين الطفل، ان انا اصاحبه، يعني انه انا اي حاجه يبقى بتحصل معايا دي يقولها لي، فان انا اكون عامله لينك بيني وبينه بس خلاص انا كده تمام. الحاجه الثانيه انه انا اعرفه الاساسيات بتاعتي طبقا للكتيب، يعني لو هنتكلم عن الكتيب، انه 1 2 3 ما تدخلش على لينكات غريبه، 1 2 3 ما تتكلمش مع ناس احنا ما نعرفوش، لان احنا ممكن يكون في عقائد مندسه، في افكار غريبه، في حاجات احنا مش عايزين يعني يكون في بيننا وبينهم. ولو عمل ده مثلا انت عارفه دايما كل حاجه ممنوعه مرغوبه، لو انا قلت له ما تخش على ده وده وعمل ده اتصرف معاه ازاي؟ لا ما هو احنا قلنا احنا ممكن ناخد التجربه مع بعض، يعني احنا لو صحاب فاحنا ممكن ناخد التجربه سوا. انا وابني خلاص احنا عايزين نتعامل مع فلان، بس انا بقول لك الشخص ده ممكن يكون عنده افكار مش شبهنا، خلاص احنا ممكن نتكلم معاه سوا. حابب تنزل تشوفه ما تشوفوش لوحدك، هبقى معاه. لا هو انا عايز اعترض يا امنيه، هناخد التجربه سوا ازاي؟ عندي لينك غريب، هناخد التجربه ونروح للهاكر برجلينا ونقول لا مش اللينك، لا مش اللينك، لا لا انا بتكلم على التواصل، لا مش اللينك، تعالى اتفضل معانا هناخد التجربه. لا اكيد هيبقى صعب، مش بنقول ندخل على لينكات سوا، احنا بنتكلم في فكره ان هو ممكن يكون بيتواصل مع غرباء ما اعرفش، هو ممكن هو كده كده هيتواصل معاهم، فان انا اقول له لا ما تتواصلش معاهم هو هيتواصل، لان هو ممكن يكون متاثر بالشخصيه اللي قصاده، فانا ابدا اقول له خلاص احنا ممكن بس هو هنا يعني مش بالنسبه له لما بالنسبه له لما ياخد الابروف او ياخد الموافقه المبدئيه ده مش معناها في اللاوعي كده عنده هيبقى عارف انه هي هتعدي اهم موافقين، لكن لو انا استمريت على فكره لا. الرفض القاطع دي مش ممكن تعمل نوع من انواع الرضع شويه ولا لا؟ انا طيبه قوي. لا فكره الرفض القاطع دي هتخلي اي خاصه سن المراهقه انا هعمل كذا، فانا ممكن اتواصل مع صديق ليا فيقول لي لا تعالى نكلمه او لا كلمه ايه المشكله، ما انا بتواصل مع ناس عاديه في اللعبه واحنا صحاب عادي جدا مفيش اي مشكله، بس انا حاسه ان في مؤشر خطر فلازم احتوي الموقف، ما ينفعش ارفض، انا لو رفضت هيلجأ للي بره. جميل تمام، فانا ما اسيبش ان ده يحصل. طب امنيه طبعا في اثار كتيره جدا لتعامل الاطفال مع الانترنت والعنف في بعض الاحيان، تعلم العنف للاسف الشديد من خصوصا الاطفال اللي بيقعدوا اوقات طويله جدا وبيلعبوا بعض الالعاب المعينه اللي ممكن تؤدي الى اكتئاب او لا قدر الله يعني تفكير في انتحار او غيره. تحديدا فكره الالعاب على الانترنت اللي هي بقت سمه العصر وسمه الجيل ده دلوقتي وبيقعدوا فترات طويله جدا، بتتعاملوا مع الجزئيه دي ازاي مع اولياء الامور من ناحيه ومع الاطفال نفسهم؟ تمام، او احنا عندنا جزء شغالين عليه وهو توجيه التكنولوجيا للصالح العام للفرد والمجتمع، الجزء ده احنا بنشتغل فيه انه انا ببدا من الطفل خلاص بيبدا يستخدم الالعاب، بيبدا ان هو يدخل على حاجات، ببدا اوجهه احنا ممكن نلعب كذا، طب انت حابب تلعب اللعبه دي قوي خلاص احنا ممكن نخصص لها تايم معين في اليوم، بس مثلا عندي ابلكيشنز او عندي ويب سايت مثلا زي كيد سيرش مثلا، استخدمه ده في السيرش، ما تستخدمش الحاجات الثانيه، استخدم مثلا تشايلد نت لو انت عايز تتفرج على حاجات كويسه، ثينك يو نو، ناشونال جيوغرافيك دي حاجات حلوه قوي عليه، اوكسفورد ده بيعلم برضه حاجات تعليميه، تعلمه اكتر وتنمي مهاراته، تنمي مهاراته اكتر. بالظبط، انا لازم ابدا معاه من سن صغير، هو معلش مش عشان خاطر انا بعمل حاجه في المطبخ فاسيب له التليفون فهو هيبقى بينزل عن دماغي، لا ده انا بعمل عواقب صعبه جدا بعد كده، فانا مش عايزه اسيب ده يحصل، انا لازم ابدا معاه من سن صغير، احنا ببقى مطمنه عليه، بتفاعل معاه، ببقى عارفه هو بيتفرج على ايه، فابدا بعد كده يعني خلاص بالنسبه لي الموضوع الامر بقى يعني مش خطير، بس يعني يكون في حرص شويه ولكن مطمنه. طيب تعالي ناخد المبادره كده الليفل تاني يا امنيه، احنا بالفعل دلوقتي الولاد هم ادرى مننا بكتير وعارفين تفاصيل اكتر مننا بكتير في الالعاب وفي استخدامات الابلكيشنز بصفه عامه واستخدامات السوشيال ميديا، لو الولاد اكبر شويه في العمر يعني مثلا من اول عمر 10 سنين اللي بيرفضوا فيها المتابعه، خلينا نقول مش الرقابه، ازاي احسسه او ازاي اقويه
ان هو لما يتعرض لاي نوع من انواع الابتزاز او اي نوع من انواع ممارسه العنف الالكتروني ضده او اي نوع من انواع التهديد يبقى عارف حقوقه، حتى لو مش هيلجا لي يبقى هو عارف وقوي نفسيا انه يقف قدام حاجه زي كده ويبقى عارف انه هيتم حمايته. ازاي ممكن نعمل كده؟ في بعض الاطفال هترفض انها تلجا للاهالي. طبعا احنا عندنا قواعد اساسيه بنعلمها لاولياء الامور، انه لو الطفل تعرض لده، وده شيء مش بعيد علينا خالص، احنا بيحصل في الدوائر القريبه مننا وبنشوفه، اول حاجه البيز بتاعتنا انه انا مش مذنب. ما ينفعش القي اللوم على الطفل، اصل انت من ماسكه موبايلك طول اليوم، اصل انت اللي عرضت نفسك لكده. ده بيخلي الطفل ممكن بعد كده يعني اوصل معاه لقصه علاج نفسي طويله جدا لمجرد ان انا حسسته بالذنب. عدم لوم الضحيه. نعم. ما لوموش ابدا ابدا ابدا، ده رقم واحد. رقم اثنين، ابدا اشوف مختص نفسي انه يعني نبدا نعالج المشكله دي. رقم ثلاثة، نبدأ إن احنا نتوجه لأقرب حاجة قريبة مننا عشان نبدأ ناخد التدابير والإجراءات القانونية ضد الشخص المبتز للطفل. طبعا دي حاجة ليها علاقة بالقانونيين أكتر، مش بتاعتي يعني. مش هنكتفي بالبلوك وبس. لا طبعا، احنا لازم ناخد إجراءات قانونية، ما ينفعش إن احنا نكتفي بالبلوك لو الموضوع فيه أذى، ما ينفعش. تمام. طب أمنية، اللي بيتابعنا دلوقتي وبيتابع كلامك الجميل المحترم ده وعايز يستفيد من المبادرة دي، سواء مثلا من الآباء والأمهات وأولياء الأمور أو حتى من الأطفال الشرائح المختلفة اللي بيتابعونا، إزاي يستفيد من المبادرة دي؟ إزاي يتواصل معاكوا؟ هل في موقع معين للمبادرة؟ ده بيحصل إزاي؟ حد عايز يحضر جلسة من جلسات التوعية يحضرها إزاي؟ تمام. احنا عندنا ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه الجلسات اللي هي الاوفلاين، دي بنعملها في بعض الجامعات الشريكه، ودي بنستهدف بيها كل الناس اللي مقيمين في المنطقه يعني. الحاجه الثانيه الجلسات الاونلاين، ودي بيكون فيها كل الشرائح تقريبا، مصريين وغير مصريين والى اخره. الحاجه الثالثه، وهي ان هم ممكن يتواصلوا معانا ازاي، من خلال رسائل الصفحه بتاعتنا، وحاليا احنا في ويب سايت، والويب سايت ده انا عايزه انوه على حاجه مهمه جدا، انه قريب هيكون عليه كويك ريسبونس، اللي هو استجابه سريعه، بحيث ان انا تعرضت لحاجه زي دي هعمل استماره. تمام. والاستماره دي هتكون فيها سؤالين او ثلاثه مش كتير، وهنبدا ان احنا نحوله الصفحه يا امنيه، الصفحه اللي هي يكتب اللي هي البيج او الصفحه مبادره الجيل الجديد لتوعيه الاطفال، اسمها كده ده نيو جينيريشن. لا هي مكتوبه بالانجليزي. الجيل الجديد نيو جينيريشن. ممكن هبعت لكم. تمام. اكيد. طيب هل في تدريبات للاسر بتتعمل سواء امهات او اباء عشان يحافظوا على اولادهم من سلبيات الانترنت، او حتى ممكن يكون في اطفال عايشه مع الجدود وفي جدود حابين انهم يشتركوا في حاجه زي كده وعندهم من القدره طبعاً على متابعه التكنولوجيا، هل في تدريب طبعاً ممكن نساعدهم انهم يبقوا زي ما بنقول كده ان في حياه الاطفال؟ طبعا يعني احنا مرحبين دلوقتي بالمتطوعين في المبادره بتاعتنا من كل الاعمار. عندنا السن اللي هو بتاع الاطفال اللي احنا مستهدفينه، اصلا عاملين حاجه اسمها تثقيف اقران، دول اللي هم بينقلوا الخبرات من خلالنا للناس المحيطين بيهم. والفئه الثانيه فئه اولياء الامور عموما، مش فاكرين سن يعني كبير او صغير، عادي وانس ان هو 21 سنه فيما فوق يقدر ان هو يشترك معانا، وبنقدر ان احنا نفصل الفئات على حسب السن وبندربهم بس كده. لكن الاستماره مفتوحه يعني، وان شاء الله تفضل مفتوحه فتره طويله يعني. اكيد. كل شكر ليكي امنيه امجد الابياري، مؤسسه مبادره الجيل الجديد لتوعيه الاطفال بالامن الرقمي. شكرا جزيلا ليكي. كلام مهم جدا امنيه، وكلام مهم جدا منا. احنا محتاجين كاباء وامهات ان احنا بنستنى في كل البيوت يعني ناخد نعرف بالظبط ازاي نتعامل مع اطفالنا، وازاي نحاول نبعد الاثار السلبيه عن تعرضهم لفترات طويله للانترنت.